مش بس كلام. شنو بتسمعنا قبل ما نمشي؟ اكيد شنو، ما فيش اهداء المره دي؟ ان شاء الله في اهداء. خلي اخر حاجه. اخر حاجه؟ لا، الاهداء دي مفروض من اول حاجه. خليها اخر حاجه. يعني قلت اول حاجه نبي نسمع الاهداء. هذا الاولى. ما هي الاولى؟ غنيناها الحلقه اللي فاتت. تمام، نسمع. تاخذ المايك ولا بتاخذ شنو يا شامس؟ شامس على المايك. رص البطمة. يلا نسمعوا. أكيد محمد وحيدة فنان صاعد في مجال الراب. يلا. لا، اللحن حزين. لا، اللحن قال لك مش هذا. إيه طبعا، هو ما بيعطي إهداء للبرنامج. نسمعوا هاي شوي هيك وخلاص، ما يمشيش اللحن. يمشيش، خلينا نغنوا. باه، تمام. يلا. ما يمشيش يا أستاذ شامس، ما يمشيش اللحن نحيه. لا، بيغني، بتغني الهداء ولا شنو؟ بغنوا بنيتين وبعدين اللحن مش هو. أنا مصر نبي نسمع حاجة ناشطة. شنو بنيتين؟ أعطينا حاجة ناشطة، حتى من غير الهداء. أعطينا حاجة ناشطة بعدين نخشوا في إن شاء الله ربي ما يتم. والله يا إبراهيم. حتى مشيت أغيبكم مرة واحدة. أيوه. أعطاك برا. أعطيني الهداء. يمشي معك هذا عادي عادي. بوف 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 بوف. مشي مع برين. يلا هاي يلا مشي معه هو. مساء الخير في برنامج بوم بوم باب. بس عليك في قناة واحد براب رب يزيح علي. لا 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 لا، استنى استنى. ايوه خليك. لا لا، نحا ابدا هكي. تمام، خليها نزل فيه تو. تمام، يلا اعطينا. انت بتغني اغنيه، بتغني اغنيه، اعطينا حاجه ناشطه. قصدي في البدايه بتخش بالحزن، ما بتمشيش مش حلوه حتى في حقك انت. باي. هذا الاغنيه الاولى. اما هي تعال غنينا الحلقه اللي فاتت. نسمع. مساء الخير في برنامج بوم بوم الباب. نمس عليكم في قناة وعد بالراب. ربي زيح علينا الغم. مساء الخير في برنامج بوم بوم الباب. نمس عليكم في قناة وعد بالراب. ربي زيح علينا الغم. ونولوا فرحانين. جمعة مباركة للمشاهدين، الحي المصورين، المهندسين الصوت. في راديو وعد تلقاهم اكثر مخوت. ان شاء الله رب يكون في العون، تفرح العائلات. ان شاء الله يكون لي فوز كبار صغار وبنات اولاد. هات الجائزات فرح عائلات حزينه. تجاوب صح تكسب، ما يقصرش خوك عجينا. ثاني ماكينه اسرع من سرعه الرعد. اعتني مغني وصل لرفني في استوديو قناه وعد. نحيي التراب قصه صليط ونوم صراتع. نحيي خمس بلاد يسيني لمسلاتع. ونحيي ترهونه سرت وصبراتع. ليل واحد مش اثنين ولا ثلاثه. نحيي زلاتة، نحيي سبها والزلتانة، نحيي مرنا ونحيي غريانة، نحيي كل ربوع ليبيا ويلي بكل مكان. عيش اللحظة وارسم اسماي الفرحان. رب يكون يكون معانا ويفرحنا مثلنا. يا ليبيا ربي يحفظك يبعد عنك الفتنة. قلت لك لساني ماكينة فري افريدينج مع عبد السلام عجينة. ضيف الحلقة وحيدة الكينج. ياو ياو، اعطيه شوي ابراهيم، اعطيه. يلا ياو ياو، انحني ليبيا وعبد السلام. واضح مش بس كلام.